فاجعة طنجة ليست الأخيرة، إنها نهاية السابقة وبداية لاحقة. أمام كل فاجعة تحل بنا، يبدأون في إطلاق الوعد والوعيد بالحساب والمحاسبة، لكن لا أحد يوما حمله قلبه ولو على مثقال ذرة من الشجاعة والمسؤولية على إعلان نفسه أنه المخطئ. لا أحد من مسؤولي الشأن العام قرر يوما إعلان استقالته ولو من باب الفشل في أداء المهمة بدلا من الخطأ والخيانة، ولا حتى أن يقدمها باب التعب من حمل المسؤولية. وحتى لو صدقنا بالمحاسبة، يظل السؤال إلى من ستطال المحاسبة؟ هل الجميع بدون استثناء من ألف إلى ياء، أم أن عادة حليمة في وطننا لا تتغير؟ وماذا بعد كشف الحقيقة إن كشفت؟ وماذا بعد المحاسبة إن تمت؟ بعدما قضى الله أمره، هل يمكن أن يكون للمحاسبة من تغيير أو تأثير على كل هؤلاء؟ هل هناك من سيحس بألم الفقد غير ذلك الأب والأم اللذان ينتظران فلذة كبدهم ومعها كسرة الخبز تسد بها رمق والديها؟ هل هناك من يقدر على تصور هول الصدمة والفاجعة على أطفال بعمر الصهور في انتظار أمهم ليقضوا معها بضع لحظات قليلة بشكل يومي فيفقدونها دون عودة ولا رجعة؟ هي بضع أسئلة في بحر من الأسئلة التي تطرح بعضها على بعض، فيما يبقى الجواب صفرا، وتلك هي نتيجة ما يطرح على الصفر. الحقيقة أن الفاجعة لن تكون الأخيرة، فهي مجرد مرحلة في سلسلة من الفواجع التي لا نعلم بدايتها ولا نهايتها. الحقيقة أن الفاجعة هي مجرد نهاية لفاجعة سابقة وبداية لفاجعة لاحقة. وأما الضحية دائما هي نفسها، الفقير البائس، ذلك الإنسان الذي لا يستطيع حتى التفكير في التمني. وكيف يمكن للبائس في حياة الفقر والبؤس والفواجع أن يفكر؟ ومشاكل البؤس بكل أجناسه وأصنافه تتقاذفه من هناك إلى هنالك، بينما يحتاج التفكير صفاء العقل وراحة البال. وأين للبائس منهما؟ يكتب عبد الله الدم الصحفي المغربي: لماذا لا تقتنعون بأن المعمل السري هو فعلا سري؟ لماذا؟ المصنع الذي كان مسرح الفاجعة في طنجة صباح الاثنين الأسود كان سريا، هذا ما تشاف. أما إذا ظهرت فواجع أخرى في معامل أخرى، فوقتها يمكن اكتشاف معامل سرية أخرى. أما الآن فإن المعمل السري الوحيد هو هذا، المعمل سري وصاحبه لم يكن سريا. إن هذا المعمل مثل الثياب الداخلية، فقط صاحبها يعرف لونها، أي أنها ملابس داخلية سرية، ولا أحد يمكنه أن يسأل صاحبها عن طبيعتها، لذلك بقي المعمل سريا. الناس يريدون الآن أن لا يكون التحقيق سريا مع المعمل السري، وأن لا تكون المحاسبة سرية حول المعمل السري، وأن لا يتمتع المتواطئون بالسرية بخصوص المعمل السري. وخلاصة القول فإن المعمل سري، ومهما كان فإنه سري. المعمل سري والفاجعة علنية، المعمل سري والكارثة صاخبة، المعمل سري والفساد يرقص على إيقاع الطبل، المعمل سري والتواطؤ حمار وحشي مصاب بلسعة ذبابة إفريقية، المعمل سري لأن الشاحنات وحافلات نقل العمال التي كانت تقف ببابه كل يوم كانت غير مرئية، إنها من فيلم قراصنة الكاريبي لا يراها إلا الراسخون في العلم. أما المعمل فهو سري، المعمل سري وعماله من أشباح رواية هاري بوتر، يدخلون في الجدران ويختفون في عالم لا يراه إلا الساحرة ومحترف التعاويذ، لذلك كان المصنع سريا.
المصنع سري في مدينة غير سرية. المصنع سري والأخبار علانية تتناقلها وكالات الأنباء الدولية، ومع ذلك يجب أن تقتنع أن المصنع سري. لا شيء سري في هذه البلاد، لكن المعمل سري. قلنا لكم إن المعمل سري، لماذا لا تقتنعون بأن المعمل السري هو فعلا سري؟ لماذا؟ ولكن لماذا هو سري؟ يجيب عبد الله الدمو: لأنه سري. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.